بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين. ازيكم يا حبايبي؟ عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير، كل سنة وانتم طيبين وبألف خير وسعادة يا رب. النهاردة زي ما انتم شايفين كده هنعمل مع بعض الكنافة بطريقة يعني كتير حلوة، وعيالك يفرحوا بيها، ومختلفة عن الطريقة التقليدية اللي احنا بنعملها بقى كل شوية. دي حاجة حلوة يعني، تلات طرق مختلفة، اختاري الطريقة اللي تعجبك واعمليها عادي، او ممكن تشكليها. مش مكمل كيلو كنافة وعملتي منه كذا شكل وكذا طريقة وكذا طعم مختلف؟ يلا نشوف الطريقة ونشوف هنعملها ازاي. كده مبدئيا معانا حلة على النار فيها زبدة او سمنة او اي نوع انت بتحبيه بقى من الدهون يعني بتستخدميه، ومعانا هنا بقى كوبايتين، معلقتين من السكر، ومعلقتين نشا، ومعلقتين كاكاو خام. هنحطهم كده ونقلبهم كويس مع كوباية لبن. انا هقلبهم الاول مع كوباية لبن عشان الكاكاو ما يطلعش مني على الوش، وما اعرفش ده اتحكم فيه ان ادوبه كويس. هنزل شويه بشويه على ما الكاكاو بتاعنا يدوب خالص، ما يبقاش فيه اي تكتلات، وبعد كده هحط الكوبايه التانية. ادوبه بقى كويس كده مع بعضه، السكر مع النشا مع الكاكاو. هفضل كده خلاص الخليط بتاعنا امتزج كويس مع بعضه. هنا بقى في الحله الزبده بتاعتي سخنت، نزلت عليها بمعلقتين 2 دقيق، يبقى كل المكونات بتاعتنا معلقتين على كوبايتين لبن. هسوي بقى الدقيق بتاعنا لما ريحه الدقيق تطلع منه خالص، وانزل عليه بقى بالخليط اللي احنا عملناه. يبقى معلقتين دقيق، معلقتين نشا، معلقتين كاكاو خام، معلقتين او 3 من السكر حسب ما بتحبي الحلويات بتاعتك ازاي، سكرها زياده سكرها مظبوط كده. دي نوعا ما معايا سكرها مظبوط بالنسبه ليا. هندوب بقى كويس ونخلطها لما تتقل معانا. ده اول حشوه. نشوف بقى الحشوه التانية، هتبقى نعملها بكريمه، كريمه الفراوله. هننزل بقى بالباكت بتاعنا، بيبقى مكتوب عليه المكونات انك هتحطي مثلا قد ايه من اللبن. فانت انا هزود كميه اللبن شويه عشان مش عايزاها متماسكه قوي زي بتاعه التورته، يعني عايزاها نوعا ما شويه على اساس تبقى زي في لما اجي احشي بيها الكنافه تبقى عامله شكل منظرها شكل ايس كريم. اللبن بتاعنا بقى لبن طبعا متلج، يعني يكون سائع، مش لازم يكون كتل تلج بس يكون سائع من الفريزر. ونخلطه بقى كويس كده مع بعض زي اي كريمه عاديه بتعمليها، يعني ما فيهاش اي افتكاسه. بس عايزه اوريكم الحشوه التانية، يعني عايزه اوريها لكم بالقوام بتاعها زي ما انا عاملاها، يعني قصدي ايه. هنخلط بقى فيها كويس لحد ما كله يدوب ويمتزج مع بعضه وتبقى كريمه. كده خلاص انا فصلت على ما خلطتها او ضربتها حوالي اكتر من 10 دقايق. كده خلاص ده القوام اللي انا عايزاه. هنعمل بقى الحشوه التانية بعد ما بردت معانا في التلاجة خالص، حوالي اكتر من ساعه او ساعتين في التلاجة، بس ضغطت وشها كده بورق استرتش علشان ما ينشفش معاكم ويعمل طبقه تبقى فيها كتل. اوريكم وشها ناعم، مش ناشف ولا اي حاجه. هننزل بقى برده كده في دي الحله بتاعه المضرب، نشوف هنعملها ازاي. يبقى ده المكونات اللي احنا عملناها، كاكاو ودقيق ونشا وسكر. هننزل عليهم بقى كده بمعلقتين برضو من الكريمه البودره، بس هنعملها بقى بكريمه بيضه، يعني كريمه عاديه مش من غير اي منكهات. معلقتين كده برضو من الكريمه، يبقى الحشوه دي كلها معلقتين بس، معلقتين كبيره غراميه. وهنخلطها برضو كويس كده لما تبقى معانا كريمه. هبقى شكل الكريمه هوريها لكم دلوقتي. انا عايزه شكلها يبقى ايه، برضو زي الايس كريم اللي بالشوكولاته اللي احنا بنجيبه، يعني ما تكونش تقيله او جامده زي بتاع التورت. بوريك القوام بتاعها، يدوب كده ما يبقاش تقيل او متماسك. دي بقى هنعملها بالفراوله اللي هي الكريمه اللي مصنع سيدنا محمد، اللي احنا الكريمه اللي انا عملتها بالفراوله. هنعمل الكنافه بتاعتها بالفراوله. هنا معايا بقى قطع من الفراوله، يعني فراوله سليمه اقطعها قطع صغيره على اساس ان هي تبقى ناعمه معايا، ما تبقاش كتل كبيره، تبقى ناعمه ودايبه كده وما تستوي معايا. مش هعملها طبعا مربى ان هي تبقى دايبه خالص زي صوص الشوكولاته، وفي نفس الوقت ما تبقاش متماسكه وكتل كبيره. هحطها بقى اقلب عليها السكر، برده السكر حسب الرغبه بتاعتك لحد ما تستوي خالص على النار. هنشوفها بعد ما تستوي. دلوقتي دي الكنافه بتاعتنا بقى، يعني تحطها في الفريزر هتسهل عليكي، يا اما تضربها في كبه، في اي حاجه تنعمها بيها بايدك، اي حاجه اي حاجه معاكي شغال، المهم انك تفركيها جامد كده لما تبقى صغيره، سكينه اي حاجه. انا هنا بقطعها خالص لما يعني بنعمها، بحاول ان هي تبقى ناعمه بقدر الامكان.
اللي هو هلاقيه يعني لسه خشن شويه كده، هدخله الفريزر على ما اعمل دي، لان انا هسويها على مرتين. خلص بقى شلت منها الخشن وهسويها تاني، يعني هسوي دي هدخل دي الفريزر على ما دي تستوي معايا. بحاول ما يبقاش فيها حاجه خشنه عشان لما اسويها، لانها هنسوي على البوتاجاز عشان ما تعملش معاك كتل كبيره وتبقى مش. هحط عليها هنا بقى في المرحله دي معلقتين سكر بودره قبل ما ادخلها النار، بيديها لون حلو وكويس في التحمير ويخليها معاكي ما تضطرهاش، يعني ما تدخل اما تحط عليها بقى بقيه المكونات بتاعتنا، كريمه، صوص الفراوله، اي حاجه، ما تبقاش تطرى معاكي بسرعه، لا تبقى ماسكه نفسها وتبقى فيها سنه من القرمشه. وكمان انا مش هحط عليها سيرب ولا هحط عليها شربات ولا اي حاجه، فالسكر ده هي يعني يخلي طعمها مسكر معاكي، بس لما تحطيه من الاول قبل ما تحمريها بيعمل كده، بيخليه مقرمش وتاخد لون معاكي حلو. عايزه تحطيه بعد ما تخرجيها بس مش هيبقى، هتبقى مسكره اه بس مش هتاخد لون معاكي بسرعه حلو كده. فالسكر في المرحله دي بيبقى احسن ما تحطيه بعد كده. حطها بقى، حطيت الزبده بتاعتنا على النار، سمنه، اي حاجه برضو، اي ماده دهنيه بتحبي تستخدميها، وتنزلي بيها بقى بالكنافه بتاعتك لما تتحمر معاك على النار. هتفضلي تقلبي فيها كده بقى ايدك فيها على طول علشان ايه ما يبقاش حته واحده محروقه وواحده مش محروقه، تبقى كلها تاخد لون واحد، تبقى موحده يعني كده. خلاص بعد ما استوت، هنا الكاميرا لفت مني، هنا كده بقى انا هحط بقى طبقه دلوقتي دي صوص الفراوله بعد ما خلص على النار وبرد معايا. هنزل بقى كده بمعلقه، يعني احط طبقه من صوص الفراوله تحت اللي احنا عملناه بالكتل بتاعته، يعني في قطع فراوله بس دايبه بقى، متقطعه صغير ودايبه وحلوه، مديكي طعم حلو، وعامله صوص معايا تقيل لما تقطعها قطع صغيره. والسكر هنحط بقى كده طبقه من الكنافه اللي احنا حمرناها مع بعض، يعني هحط صوص الفراوله الاول وبعدين طبقه كنافه. هنا بقى انا مش هحط عسل عشان لو حطيت عسل هينشف معاكي ويبقى طعم الفراوله مش حلو خالص، لانك احنا مش هنعملها برمه، احنا هنعملها كده يعني في طبق، في طبقات، في اطباق او كاسات او اي حاجه متوفره عندك. وصوص الفراوله هيطريها نوعا ما، تحط كريمه يعني طبقه صوص فراوله، هتحط طبقه من الكنافه، هتحط طبقه من الكريمه اهو، فمش هتبقى معاك اللي هي ناشفه او مفروله، لا بالعكس هتبقى طعمها حلو ومش مسكره زياده عن اللازم، والسكر مش هيخليها ناشفه معاك، يعني بيخليها عامله شكل الحجر كده محجره لما تحط عليها سكر في المرحله دي. السكر البودره كفايه يعني هيديها الطعم الحلو ومش هتبقى مسكره بقى اللي هو الطعم اللي ما تاكليش منه كميه، لكن كده تاكلي منها اللي انت عايزاه من غير ما نفسك تجزع منها، يعني زي ما بيقول. حطينا الكريمه، هنحط طبقه تانية من الكنافه، يبقى طبقه هنحط صوص الفراوله اللي احنا عملناها، قطع الفراوله اللي احنا سويناها، ونحط فوقها كنافه، ونحط وبعد كده نحط الكريمه وبعدين نحط الكنافه زي ما انتم شايفين كده، عشان بس الكاميرا لفت وانا بصور ما خدتش بالي. نسويها بقى كويس كده، ونحط طبقات، نحط كل الاطباق بتاعتنا، نحط عليها كريمه. الكريمه بقى عشان تسهل عليك انت ممكن ما تحطهاش في الكيس كده، بس انا حطيتها في الكيس عشان تسهل عليا الفرد، ان انا بدل ما اقعد اشيل بالمعلقه واحط وتعك الدنيا حواليك، لا كده في الكيس اسهل على طول تنزلي، انا مش حاطه بكيس بفورمه ان انا عايزه، لا انا حطيتها وفردت بالمعلقه، بس الكيس بيسهل عليك كتير. نرجع نحط بقى طبقه كده في النص من صوص الفراوله، ونحط حواليها كريمه، يبقى احنا حطينا صوص فراوله وبعدين حطينا الكنافه وبعدين حطينا الكريمه وبعدين حطينا كنافه، فاهمين؟ وبعدين ايه حطيت اكيد فاهمين يعني. وبعدين حطيت صوص فراوله مع كريمه في نفس، يعني نفس ال نفس ايه، انا تهت ولا ايه، نفس الطبقه دي هنحطها دي ودي مع بعض، بتدي منظر جمالي وبتدي شكل حلو وطعم احلى كده. ده اول نوع معايا عملناه. اعملي بقى الكميات اللي انت عايزاها، اطباق كتير، تصغري تكبري، نفس القصه بقى. هنروح لصوص الشوكولاته ده بقى كده، الحشوه التانية اللي احنا عملناها، هتجيب الكوبايات بتاعتنا هنحط فيها الكريمه بتاعتنا من تحت، ونحط طبقه من الكنافه، نفس الكنافه ونفس كل حاجه بس طعم مختلف. حطي بقى الطبقه اللي انت عايزاها، ممكن ترققي الطبقه بتاعت الكنافه عن كده، ممكن تزوديها عن كده، بس عندي السكريات قوي مش بيحبوها، فانا حاولت ان انا اكتر طبقه الكنافه شويه. نحط برضو نفردها كده كلها، ونحط برضو الشوكولاته في الطبقه التانية، يعني اعملها طبقات زي التورته كده،
كريمة أو شوكولاتة مع وبعدين طبقة كنافة وبعدين طبقة كريمة كده. لما نخلصها بقى كلها على حسب حجم الكاس أو الكوباية أو الطبق أو اللي انت هتحط فيه. ممكن تعمليها على فكرة كلها في صينية واحدة وتقطعيها قطع تدخليها الثلاجة ساعة ساعتين تتقطع معاكي وتطلع برضه. بس كده يعني أسهل على بالنسبة لأكتر اللي عنده أطفال، هياخد الكوباية ياكلها خلاص الموضوع خلص كده. بقى الطبقة التانية أي فورمة عندك بقى كده، إنك يبقى الشكل العام يعني مدي منظر كده على الآخر عشان هي مش هتتاكل. كده ده النوع التاني الشوكولاتة، وده الفراولة. هنعمل بقى اللي هي اللي شكلها حلو، تصدقوا في الآخر طلع شكلها حلو. انا كنت قاعده بلعب انا وعيالي على فكره، وده هات يا ماما ما اعمل، وهنا انا هعمل واحده، لا انت اعملي التانية، انا لا هم عاملين لنفسهم. هنعمل بقى النوع التالت، هنعملها كده زي القرطاس، زي بسكوت الايس كريم زي كده يعني. هتشوفها دلوقتي الاقماع دي بتتباع في اي مكان يعني، عند اي حد، مستلزمات حلواني، عند بتاع الادوات المنزليه، انا جايبها من ادوات منزليه ومش غالية خالص، عندي من السنة اللي فاتت، بقالها سنتين أو ثلاثة مش فاكرة. هتلفيها كده على بتمسكي بقى طبعا، بس لازم تكون كنافة طرح كده زي دي، ما تكونش في الفريزر أو في الفريزر، طلعها تفك معاكي لو هي في الفريزر، لو هي طازة يبقى خير وبركة. طلعيها وتلفيها كده على القمع بتاعك، هو انت بتاخدي هي بتاخد شكل القمع، انت مجرد ان ايدك بتلف بس. وطبعا لو الكنافة هايشة معاكي زي بتاعتي كده، لانها دي كانت في الفريزر، بطريقه سهله خالص هتجيب البخاخ بتاع الميه كده هترشيه عليها خلاص، وتيجي ماشيه ايدك عليها الموضوع خلص، ترجع تاني كانها لسه جايه طازه. او بعد ما تلفيها كده اهي، طريقه سهله وبسيطه خالص. وبتقطعي بقى الكنافه معاكي بمقص بايدك اللي ريحك، بس بمقص بتبقى مساويه معاكي وتطلع مظبوطه والبخاخ كده، وتيجي ماشيه ايدك عليها، كل بقى النحكشه والفروله وكل ده بيتساوى معاكي، وبتنزل الزيت ما فيهاش اي حاجه. هنروح بقى نسويها ونشوف هتطلع شكلها عامل ازاي معانا. ما بتاخدش وقت خالص على النار، بس حاول ان الزيت ما يكونش سخن قوي يعني، عشان ما تاخدش لون معاكي تنحرق وهي مش مستويه من جوه، وهي مش تقيله قوي يعني للدرجه، تبقى تحفه معاكي. على منديل بقى كده تطلعيها وتشيليها على طول عشان القرمشه بتاعتها ما تروحش، مجرد انه اي زيت باقي بيخرج على المنديل. زي ما انتم شايفين كده بقى، واللون على حسب رغبتك في ايديك، الزيت طلعيها ذهبي، هتغمقي شويه هتفتحي شويه اللي يريحك. خلصنا بقى اللي احنا عملناه، ونشوفها بتخرج بكل سهولة وكل أريحية من القمع أو القرطاس بتاعك اللي انت عاملاه. وتعملي بقى المقاس اللي يريحك انت. اهو بصي بوريكي، دي مقاسات مختلفة، ممكن تكملي لف للآخر، اهو عايزاه صغير عن كده ما بتكمليش لف للآخر، تعملي على الحجم اللي انت عايزاه وتقفي، وبتطلع متماسكة برضو معاكي وزي الفل. انا عاملة يعني 3 مقاسات. هنا بقى هنحشي بنفس الكريمة بتاعتنا، نفس الكريمة هنحشي بقى كأنك عاملة ايس كريم، تبقى حلوة وتحفة، والأطفال بيحبوا دي أكتر من أي كنافة تانية. ده كده بقى الـ3 أنواع بتاعنا. يا رب الفيديو بتاعنا النهاردة يكون عجبكم، ما تنسوش تعملوا له لايك وتشتركوا في القناة. كل سنة وانتم طيبين، ورمضان كريم عليكم وعلى كل حبايبكم.